يلا نعمل مع بعض أسرع طريقة آيس كريم. هنحتاج له بس 3 مكونات: كريمة حلوة، لبن مكثف، وشوكولاتة، ويستحسن تبقى على الأقل 60% كاكاو. هنضرب الكريمة الحلوة لحد ما القوام بتاعها يبقى متماسك، وهنجيب اللبن المكثف نحط فيه شوكولاتة وندخله الميكرويف يسخن عشان الشوكولاتة تسيح فيه. ده ما بياخدش أكتر من دقيقة، ياريت نبص عليه كل 30 ثانية علشان الشوكولاتة ما تتحرقش. هنجيب الكريمة اللي احنا ضربناها، هنحط عليها الخليط بتاع اللبن المكثف ونقلبهم مع بعض. بعد ما يتخلطوا كويس قوي هنحطهم في كونتينر ونحطهم في الفريزر لمدة 4 ساعات. ودي كانت وصفة الايس كريم السريعة بتاعتنا النهاردة بالهنا والشفا، واشوفكم الفيديو اللي جاي مع وصفة جديدة. باي باي.